أنا بداياتي هون برومانيا بال2003، يعني خلصت بكالوريا مثل أي شاب سوري، وفكرت بالفرع اللي بحبه يعني أدخل فيه. ما قدرت أدخل بسوريا، جيت هون على رومانيا بال2003، دخلت سويت سنة لغة، بعد سنة اللغة كنت درست صيدلة، تخرجت بال2008. الحمد لله رجعت على سوريا، فهون أنا بلشت صرت أشتغل مندوب علمي كخدمة ريف، وبالفترة أني كان في أخالي عنده بالرستن صيدلية، فكنت أروح لعنده المساء مشان أضل بالجو تبع الأدوية ومعاملة الناس. يعني أنا ضليت أشتغل هيك لل2013، صارت الأوضاع كتير، يعني ما عاد واحد يقدر يتحمل يعني الوضع اللي صار هنيك، فقررت أنه لازم أطلع يعني برا سوريا. فكانت الاختيار تبعي رومانيا، يعني اني بحيث اني انا الي اصدقائي هون، لغه معي. بعد 3 شهور قدرت اني اوجد فرصه عمل يعني الي، وهي يعني بشركه صيدليات، يعني مجموعه لانس تبع الصيدليات يعني، وهو بعد من اكبر الشركات هون برومانيا. كان شرطهم يعني انه راح يعطوني فرصه، يعني هو كان كثير متعاطف معي، فقال لي انا راح اعطيك فرصه 3 شهور، اثبت وجودك منكفي. فالحمد لله انا خلال هاي 3 شهور اثبت وجودي، وصرت يعني عندي عقد عمل دائم. بسبب الاقامه الدائمه اللي اخذتها يعني قدرت اني اسوي، نجيب زوجتي وسوي لهم شمل لاهلي، نجيبه لعندي، وقدمت ملفي على اداره الهجره يعني مشان منح الجنسيه، وافقوا لي عليه وحطوا لي بعد شهرين عندي الامتحان. وهذا الشيء يعني كثير بيريحني يعني، وبعتبره انجاز يعني اني قدرت اثبت حالي هون مفردي يعني، ومشان انا مشان عائلتي يعني مشان بنتي.